طريقة شراء التكت في الشيك البراءة، هنا تجي تختار اللغة، تحط إنجليزي، هنا تشتري التكت، يقول لك 30 دقيقة، 90 دقيقة، 24 ساعة، اثنين، طبيعي ناخذ 24 ساعة يوم كامل، ب 120 كورونا، اوكي، يقول لك تبغى تدفع هذا كوينز. خلصنا تطلع لك التذكرة هنا، مكتوب عليها 24 ساعة تاخذها، يا تروح الترام على المترو، يا تطلع على المواصلات اللي فوق وتكمل طريق كامل ب 5 يورو 104 22 يورو.